مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير الرز مع الخضرة، وصفة نباتية ممكن تكون طبق جانبي نقدمها مع كل أنواع اللحوم الدجاج والأسماك، وممكن تكون طبق رئيسي للأشخاص النباتيين. وصفة كتير طيبة وسهلة التحضير. بتمنى تشتركوا بقناة سهى's dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلا نشوف المقادير والمكونات اللي موجوده قدامي واللي حضرتها لهالوصفه. راح بلش بملعقتين كبار من زيت الزيتون، ممكن تستعملوا كمان الزيت النباتي، ما في شيء بيمنع، الخيار لكم. انا راح استعمل زيت الزيتون. عندي 3 ارباع الكوب من البصل المفروم، حصين ثوم مهروسين مع ربع ملعقة صغيرة من الملح. الخضرة اللي بحتاجها جزر، بازيلا وذرة. عندي نص كوب من الجزر، بقشر الجزر وبقطعه تقطيع صغير، مربعات صغيرة مثل ما انتم شايفين. البازيلا والذرة كمان نفس الكمية، نص كوب بازيلا ونص كوب من الذرة. انا رح استخدم البازيلا والذرة المفرزة من دون طبخ، يعني نشتريها مفرزة بس بتكون ني مش مطبوخة. كمية الرز عندي كوب وربع من الرز، رح استخدم البسمتي، رز البسمتي، وانتو بتقدروا تستخدموا اي نوع من الرز بتحبوه او متعودين عليه. الملح والبهارات، ملعقة صغيرة من الملح، عندي ربع ملعقة صغيرة من الكركم، العقدة الصفراء، ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب، أنا برشتها لجوزة الطيب، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طبعا إذا بتحبوا تقللوا أو تزيدوا أو تزيدوا أنواع تانية من البهارات، هالشي بيرجع لإلكم حسب رغبتكم. وبالأكيد رح نحتاج لكمية من المي حتى نطبخ الرز، حوالي 2 كوب ونص من المي. هاي هي كل المواد اللي بحتاجها بتحضير هالوصفة، وهلأ رح بلش بطريقة التحضير. حطيت كمية زيت الزيتون بالطنجرة أو بأي وعاء رح تطبخوا فيه. أنا عندي هون مقلية غنيئة كتير بحب أطبخ فيها. رح أقلب البصل مع زيت الزيتون كذا دقيقة، ما بتاخد وقت كتير القصة. نعمل سوتيه للبصل حتى يدبل البصل، يبلش يستوي ويبلش ياخد اللون الأشقر. قلبت البصل على حرارة متوسطة 3 لـ4 دقايق. هلأ رح ضيف الثوم المهروس، مثل ما قلنا حصين من الثوم المهروس. كتير قلية البصل والثوم تعطي نكهة طيبة لأي نوع من الرز. طبعا الرز المفلفل مع الشعيرية اللي بنطبخه لكل أنواع اليخانة، بنطبخه سادة ما بنستخدم له هالآلية، بس وقت منضيف على الرز أي نوع من أنواع الخضار كتير طيب إنه نبلش الرز بآلية البصل والثوم. تقليب الثوم لمدة دقيقة واحدة. رح ضيف هلأ على البصل والثوم كمية الذرة والجزر، بقلبهم حوالي دقيقتين مع بعض حتى يبلشوا يستووا وياخدوا النكهة والطعمة من قلية البصل والثوم. بعد ما قلب الذرة والجزر رح ضيف الرز. أنا غسلت الرز غسيل، ما نقعته نقع، غسلته مرات عديدة حتى أتخلص من كل هالمواد النشوية اللي بتكون موجودة بالرز. هالشي بيساعد إنه الرز يطلع عندي مفلفل ومدردر. بقلب الرز كمان مع كل هالمكونات دقيقة أو دقيقتين كمان حتى الرز يشرب النكهة والطعم الطيب. رح ضيف هلأ 2 كوب ونص من المي السخنة، سخنة كتير أو عم تغلي. دايما نحن وعم نطبخ الرز منضيف المي السخنة لحتى يطلع الرز ناجح. هاي طريقة
دايما بننتبه لها بطبخ الرز. بهالوقت كمان راح ضيف كمية البهارات والكركم والملح. مثل ما انتبهتوا ما حطيت بعد البازيلا، رح اترك الرز يستوي شوي قبل ما اضيف البازيلا. البازيلا اللي انا بشتريها هون كتير بتكون طرية، البازيلا المفرزة، وما بتحتاج ابدا وقت حتى تستوي. اذا انتو بتعرفوا انه البازيلا اللي رح تستخدموها بتحتاج وقت لتستوي، ضيفوها مع الجزر والذرة. انا هلأ رح انتظر شوي وبتشوفوا بأي وقت رح ضيف البازيلا. بس تبلش المي تغلي مثل ما انتو شايفين، رح اغطي الطنجرة وخفف النار على نار خفيفة كتير. رح اطبخ الرز حتى يستوي. بعد مرور حوالي 10 دقايق رح زيد هلأ كمية البازيلا. بوزع البازيلا على وجه الرز من دون ما احرك ابدا، ومن دون ما ننزل البازيلا مع الرز، بس بتركهن على الوجه. وبرجع بغطي الطنجرة لحتى الرز يستوي على الاخر، ومنشوف قديش رح ياخد معنا وقت. طفيت النار هلأ على الرز بعد مرور 18 دقيقة. الرز استوى، بس بهالوقت ما بحرك ابدا، بترك الرز مثل ما هو وبرجع الغطا وبترك الرز حتى يشرب كل هالرطوبة الموجودة بالطنجرة وياخد النكهة والطعمة. تقريبا بعد 10 دقايق ممكن ربع ساعة منحرك الرز وبصير جاهز للتقديم. كل المكونات والمقادير بتلاقوها مكتوبة بأسفل الفيديو بصندوق الوصف بالعربي وبالإنجليزي بالأكواب وبالجرامات. اطلعوا عليها قبل تحضير أي وصفة. شو رأيكم بهالمنظر وبهالألوان الحلوة؟ لون الرز الأصفر بشهي، والخضرة تعطي طعمة كتير طيبة، طعمة إضافية لهالنوع من الرز. أنا قصدت أطبخ هالوصفة بطريقة نباتية من دون أي مواد حيوانية. مرات بطبخها بمرقة الدجاج، يعني بدل المي العادية، وبزيد عليها نص مكعب من مرقة الدجاج. طبختي صغيرة، بس انتو بتقدروا تضاعفوا الكمية حسب رغبتكم. منظر هالرز الأصفر بشهي كتير، والطعم كتير طيبة. بتمنى تجربوا طريقتي وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوا تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على انستغرام. Please subscribe, like and share. Thank you very much. See you next time.